يقول حكم التعريض أو تعريض النفس للخطر في سبيل العلم كالتجربة التي أجراها عباس بن فرناس، عايز أعرف التجربة ديت وضعها في ميزان الشريعة الإسلامية أو ما شابه هذه التجربة. تمام. إحنا عندنا أصل في هذا الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام على سطح ليس بمحجور فقد برئت منه الذمة. ليس بمحجور يعني ملوش سور؟ ملوش سور، يعني واحد نايم عارف أنه بيتقلب هو نايم، فقام نايم على السطح وهو ليس له سور، فإذا وقع برئت منه الذمة، يعني حرم أجر هذا لأنه هو عرض نفسه للإيه؟ للمخاطر. عرض نفسه للمخاطر. لكن هنا في باب التجارب العلمية هنا الأصل فيها غلبة الظن، لأن غلبة الظن معمول بها شرعا. السلام. فإذا كنت أنا بعمل شيء مع غالب ظن أنا هنجو، غالب ظني هلك ولا غالب ظني نجاة؟ فإذا كان غالب ظني هلك يبقى الأصل أن أنا أكرر لا أفعل التجربة بالبدن وإنما أفعلها على أشياء أخرى إلى أن أثق في التجربة أو أطور في هذه التجربة على قدر ما أستطيع يعني. جميل جدا. لكن إذا كان يغلب على الظن النجاة ثم صارت إلى خلاف ذلك فغلبة الظن معمول بها شرعا وليس عليه أي حرج. بارك الله فيك. فواضح من كل أصحاب التجارب يكون غالب على ظنه النجاة. جميلة دكتور الفتوى، ربنا يحفظك يا رب. أحسن الله إليكم.